سورة النازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. والنازعات غرقا. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والناشطات نشطا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا. والسابحات سبحا. والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا. فالسابقات سبقا. فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا. فالمدبرات أمرا. فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة. تتبعها الرادفة. تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. قلوب يومئذ واجفة. قلوب يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة. أبصارها خاشعة. أبصارها خاشعة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. أإذا كنا عظاما نخرة. أإذا كنا عظاما نخرة. أإذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة.
فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فكذب وعصى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فأما من طغى فأما من طغى
وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن سَاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة النازيات Those Who Drag Forth is an early Meccan surah
with 46 verses arranged in two sections. The surah begins a solemn oath to stress the reality of resurrection and proclaims that in spite of the disbelievers' rejection of this concept that dead will rise from their graves and hasten to the plane of assemblage, and that, contrary to the disbelievers' claim, it is not difficult for Allah to recreate the dead from the tiny, invisible, and scattered particles into which their bodies have disintegrated. He has only to will it, and it will happen. The surah warns the disbelievers to learn a lesson from the fate of earlier people who disdained and rebuffed Allah's prophets and brought upon them His wrath, which struck them like a terrible thunderbolt and burned them to a cinder. It's for their own good, the surah continues, to listen to the prophet and to follow the guidance he has brought them before it is too late. For when retribution comes, they will find, as the mighty Pharaoh and many other proud tyrants learn to their dismay, that nothing will save them from utter destruction. Then the surah reverts to the theme of resurrection and states that the raising of the dead is no more a difficult task than the creation of the universe. He who has the power to create a phenomena, the argument continues, has certainly the power to bring the dead to life and recompense them for their deeds. Referring to the disbelievers' frequent demand as to the exact hour of the resurrection, Allah declares that the knowledge of the last hour rests with Him alone, and that the Prophet has been sent to warn them of that day and not to answer their foolish questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Suratun Nazi'at. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا. By those angels who extract with violence. والناشطات نشطا. And by those who remove with ease. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. And by those who glide as if swimming. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا. And those who race each other in a race. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. And those who arrange each matter. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ. On the day the blast of the horn will convulse creation. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ. There will follow it the subsequent one. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ. Hearts that day will tremble. أبصارها خاشعة. Their eyes humbled. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. They are presently saying, will we indeed be returned to our former state of life? أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. Even if we should be decayed bones. قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةً. They say that then would be a losing return. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Indeed, it will be but one shout. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
and suddenly they will be alert upon the earth's surface. هل أتاك حديث موسى? Has there reached you the story of Moses? إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. When his Lord called to him in the sacred valley of Tuwa. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Go to Pharaoh. Indeed, he has transgressed. فقل هل لك إلى أن تزكى. And say to him, would you be willing to purify yourself? وأهديك إلى ربك فتخشى. And let me guide you to your Lord, so you would fear him. فأراه الآية الكبرى. And he showed him the greatest sign. فكذب وعصى. But Pharaoh denied and disobeyed. ثم أدبر يسعى. Then he turned his back, striving. فحشر فنادى. And he gathered his people and called out. فقال أنا ربكم الأعلى. And said, I am your most exalted Lord. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. So Allah seized him in exemplary punishment for the last and the first transgression. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Indeed, in that is a warning for whoever would fear Allah. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Are you a more difficult creation or is the heaven Allah constructed it? رفع سمكها فسواها. He raised its ceiling and proportioned it. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. And he darkened its night and extracted its brightness. والأرض بعد ذلك دحاها. And after that, he spread the earth. أخرج منها ماءها ومرعاها. He extracted from it its water and its pasture. والجبال أرساها. And the mountains he set firmly. متاعا لكم ولأنعامكم. As provision for you and your grazing livestock. فإذا جاءت الطامة الكبرى. But when there comes the greatest, overwhelming calamity. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. The day when man will remember that for which he strove. وبرزت الجحيم لمن يرى. And hellfire will be exposed for all those who see. فأما من طغى. So as for he who transgressed. وآثر الحياة الدنيا. And preferred the life of the world. فإن الجحيم هي المأوى. Then indeed, hellfire will be his refuge. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. But as for he who feared the position of his Lord and prevented the soul from unlawful inclination.
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Then indeed, paradise will be his refuge. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. They ask you, O Muhammad, about the hour. When is its arrival? فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. In what position are you that you should mention it? إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. To your Lord is its finality. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا. You are only a warner for those who fear it. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ دُحَاهَا. It will be on the day they see it, as though they had not remained in the world except for an afternoon or a morning thereof. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة النازيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات, by those who extract, غرقا, violently. والناشطات, and those who draw out, نشطا, gently. والسابحات, and those who glide, سبحا, swimming. فالسابقات, and those who race each other, سبقا, in a race. فالمدبرات, and those who arrange, أمرا, the matter. يوم, the day, ترجف, will quake, الراجفة, the quaking one. تتبعها, follows it, الرادفة, the subsequent. قلوب, hearts, يومئذ, that day, واجفة, will palpitate. أبصارها, their eyes, خاشعة, humbled. يقولون, they say, أئنا, will be, لمردودون, indeed be returned, في, to, الحافرة, the former state, أئذا, what, when, كنا, we are, عظاما, bones, نخرة, decayed. قالوا, they say, تلك, this, إذا, then, كرة, would be a return, خاسرة, losing. فإنما, then only, هي, it, زجرة, will be a shout, واحدة, single. فإذا, and behold, هم, they, بالساهرة, will be awakened. هل, has, أتاك, there comes to you, حديث, the story, موسى, of Musa. إذ, when, ناداه, called him, ربه, his Lord, بالوادي, in the valley, المقدس, the sacred, طوى, of طوى. اذهب, go, إلى, to, فرعون, فرعون, إنه, indeed he, طغى, has transgressed. فقل, and say, هل, would, لك, for you, إلى, to, أن, that, تزكى, purify himself.
وَأَهْدِيَكَ and I will guide you إِلَى to رَبِّكَ your Lord فَتَخْشَى so you would fear فَأَرَاهُ then he showed him الْآيَةَ the sign الْكُبْرَى the great فَكَذَّبَ but he denied وَعَصَى and disobeyed ثُمَّ then أَدْبَرَ he turned his back يَسْعَى striving فَحَشَرَ and he gathered فَنَادَى and called out فَقَالَ then he said أَنَا I am رَبُّكُمْ your Lord الْأَعْلَى the most high فَأَخَذَهُ اللَّهُ so Allah seized him نَكَالَ with an exemplary punishment الْآخِرَةِ for the last وَالْأُولَى and the first إِنَّ indeed فِي in ذَلِكَ that لَعِبْرَةً surely is a lesson لِمَن for whoever يَخْشَى fears أَأَنْتُمْ are you أَشَدُّ a more difficult خَلْقًا creation أَمِ or السَّمَاءُ the heaven بَنَاهَا he constructed it رَفَعَ he raised سَمْكَهَا its ceiling فَسَوَّاهَا and proportioned it وَأَغْطَشَ and he darkened لَيْلَهَا its night وَأَخْرَجَ and brought out دُحَاهَا its brightness وَالْأَرْضَ and the earth بعد after ذلك that دحاها he spread it أخرج he brought forth منها from it ماءها its water ومرعاها and its pasture والجبال and the mountains أرساها he made them firm متاعا as a provision لكم for you ولأنعامكم and for your cattle فإذا but when جاءت it comes الطامة the overwhelming calamity الكبرى the great يوم that day يتذكر will remember الإنسان man ما what سعى he strove for وَبُرِّزَتِ and will be manifest الْجَحِيمُ the hellfire لِمَن to him who يَرَى seeks فَأَمَّا then as for مَن him who طَغَى transgressed وَآثَرَ and preferred الْحَيَاةَ the life الدُّنْيَا of the world فَإِنَّ then indeed الْجَحِيمَ the hellfire hiya it al ma'wa is the refuge wa amma but as for man him who khafa feared maqama standing rabbihi before his lord wa naha and restrained an nafsa his soul ani from al hawa the vain desires fa inna then indeed Al-Jannata, paradise. Hiya, it is. Al-Ma'wa, the refuge. Yas'alunaka, they ask you. Ani, about. As-Sa'ati, this hour. Ayyana, when. Mursaha, is its arrival. Fima, in what. Anta, are you. Min, of. Dhikraha, to mention it. إِلَى to رَبِّكَ your Lord مُنْتَهَاهَا is its finality إِنَّمَا only أَنْتَ you مُذِيرُ are a warner مَنْ for him who يَخْشَاهَا fears it كَأَنَّهُمْ as though they يَوْمَ the day يَرَوْنَهَا they see it لَمْ not يَلْبَثُ they have remained illa except arshiyatan an evening aw
or duhaha, a morning thereof.